حقيقة على وجه اليقين لو أنت بتحب ربنا، لن تستطيع السير في طريق ربنا سبحانه وتعالى بلا شتات إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللي ماشي في طريق ربنا والنبي مش معاه مشتت جدا، ممكن يبقى قاسي جدا، لأن لفتات الرحمة للناس المتدينة اللي بتحب ربنا ونفسها تبقى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لفتات الرحمة اللي في حياة النبي بتلين قلب كل إنسان شديد. وأي واحد في سكته لربنا سبحانه وتعالى معايير الصدق والأمانة والانضباط وطول العبادة أو قصر العبادة، المعايير دي كلها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فطريق ربنا هيبقى فيه شتات كتير لو ما فيهوش النبي. مين اللي قال كده؟ ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عايز ربنا سكة النبي، امشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام.